نبدأ تمارين لسويت اليوم. on va voir un petit exemple comment montrer qu'une suite est une suite de gaucher. اذكر ان بين سويت دو غوشي هي لسويت une suite اللي لي تيرم تاعها سابروش ابتداء واحد قيمه معينه كياخذها ان لي تيرم تاع هاد لسويت هادي سابروش يعني لا ديستانس بيناتهم كتولي تقريبا شبه منعدمه يقتربوا ما بيناتهم. كنعبروا عليها رياضيا انه مهما يكون ايبسيلون ستريكتومون سوبيريور ا زيرو دونك ان سويت يو ان اتين سويت يو ان اتين سويت دو غوشي سي يصير مون سي مهما يكون إبسيلون ستريكتومون سوبيريور ا زيرو فإنه يوجد واحد الآن من ان تلك ابتداء من هذا الرتبة ديال ان تلك مهما يكون ان و ام أكبر من هذا ان دونك كتولي لا ديستونس اونتر لي تيرم ديال هاد لا سويت دونك متقاربة بيناتهم شبه منعدمة يو ان موان يو ام أصغر من هاد إبسيلون. دونك ce qu'on doit montrer ici, on doit montrer que هاد UN donc UN moins UM أصغر من إبسيلون, c'est-à-dire on doit montrer que N au carré على N au carré زائد واحد moins M au carré على M au carré زائد واحد. دونك لا فالور ابسولي ديال هادي يعني لا ديستانس بين هاد لي دو تيرم خصنا نلقاوها اصغر من ايبسيلون. دونك نبدا نحسبو هاد وكنخدمو كتير بلي زينيغاليتي سورتو زينيغاليتي تريونغولير وكذلك باش نوجدو هاد ان اللي كيحقق لنا هاد الخاصيه كنخدمو لا بروبريتي دارشيميد. دونك نحسبو هادي نشوفو شنو غتعطينا. دونك لو وحدنا لهم المقام الموحد هو ان او كاري زائد واحد مضروبه في ام او كاري زائد واحد. هنا دونك بعدا غتوقع دي سامبليفيكاسيون غتبقى عندي فقط ان او كاري مو ام او كاري. يمكن ان اكتبها كذلك على شكل نفرق عليهم المقام ان او كاري على ان او كاري زائد واحد على ام او كاري زائد واحد. هادي اكتبها زائد وهاد الموان نكتبو هنايا ام او كاري على ام او كاري زائد واحد مضروبه في ان او كاري زائد واحد. علاش كتبها على شكل؟ لاني باغي نخدم لينيغاليتي تريونغولير اصغر او تساوي لا فالور ابسولي ديال ان او كاري على ان او كاري زائد واحد مضروبه في ام او كاري زائد واحد زائد لا فالور ابسولي. دونك لا فالور ابسولي ديال موان ام او كاري هي نفسها ام او كاري دونك على ام او كاري زائد واحد مضروبه في ان او كاري زائد واحد. الان كنشوف كيفاش يبقى عندي فقط تعبير ديال مثلا واحد على ان ولا واحد على ان او كاري ولا المهم شي عدد على ان او كاري ولا ام او كاري ولا الا كان عندي مثلا ان وستروا ولا المهم شي عدد على ان او ام. لذلك هذه غادي نزيد فهادي اصغر او تساوي هاد التعبير هذا اصغر او تساوي لا فالور ابسولي دونك ان او كاري على هذا ان او كاري زائد واحد دونك ان او كاري مضروبه في ام او كاري زائد واحد. هادي لا فالور دونك هادي صغر من هادي. علاش كتبتها؟ باش يمكن لي نسامبليفي ب ان او كاري في البسط في المقام. هادي كذلك دونك هادي لا فالور ابسولي ديال هاد التعبير هي نفسه. دونك هنا كذلك ام او كاري هنا هادي اصغر من ام او كاري مضروبه في ان او كاري زائد واحد. هادي معروفه ان على ان زائد واحد اصغر من ان على ان كل ان من ان اتوال. دونك يبقى لدي فقط هنا قلنا يبقى لدي فقط واحد على ام او كاري زائد واحد وهنا واحد على ان او كاري زائد واحد.
هذه بدورها الصغر واحد على كنا كنخدمو بالزينيغاليتي دونك واحد على ام اوكاري وهذه اصغر من واحد على ان اوكاري. الان خصني نبين ما يلي، خصني نبين ان هذه صغر دونك عندي تعبيرين، نبين ان هذا صغر من ابسيلون سيغ دو وهذا كذلك نبين انه اصغر من ابسيلون سيغ دو، يعني يوجد ان من ان تلك ان واحد على ام اوكاري صغر من ابسيلون سيغ دو وهذا كذلك. لو كان عندي 3 تيرم مثلا غنبين ان هذا صغر من ابسيلون سيغ 3 هذا صغر من ابسيلون سيغ 3 والتيرم الثالث كذلك صغر من ابسيلون سيغ 3 هذا غنبينوها نشوفوا واش في الفعل كيتوجد لنا واحد الان من ان تلك واحد على ام اوكاري صغر من ابسيلون سيغ 2 غنمشيو ب وان لي زامبليكاسيون. دونك قلنا ان غنبينو ان واحد على ام اوكاري اصغر من ابسيلون سيغ 2 سو كي امبليك ام اوكاري اصغر من اكبر عفوا من 2 سيغ ابسيلون سو كي امبليك واش ام اكبر من لاغاسين ديال 2 على ابسيلون دونك سو كي يفغي دونك يوجد لانه يوجد ان ينتمي الى ان تلك هذا ان اكبر من لاغاسين ديال 2 سيغ ابسيلون دابخي لا بروبريتي أرشميد لأن لا بروبريتي دارشميد تقول مهما يكون إكس أكبر من الزيرو ومهما يكون إكريك ينتمي إلى إر فإنه يوجد إن ينتمي إلى إن تلك إن في إكس أكبر من إكريك خدينا إكس في هذه الحالة هو واحد دونك سو كي يفغي هو منه مشينا بواحد لامبليكاسيون لقيناها صح دونك ومنه دونك فيوجد ان ينتمي الى ان تلك ان اكبر من لاغاسين ديال 2 على ابسيلون يعني هذه غتكون هذه بعدا يعني لقينا واحد على ام اوكاري اصغر من 2 من ابسيلون سيغ 2 باغ لو ميم بروسيدي بنفس الطريقة كذلك يمكن أن نبين أن واحد على ان أوكاري أصغر من إبسيلون سيغ دو نبقى غاديين بليزامبليكاسيون وفي الأخر غنوجدو أن كاين توجد دابخي لا بروبريتي دارشميد فإنه يوجد ان من ان تلك ان أكبر من لاغاسين ديال 2 على إبسيلون دونك هادي كذلك دونك هادي أصغر هادي أصغر لقيناها أصغر يوجد ان من ان تلك هادي أصغر من إبسيلون سيغ دو وهذه كذلك اصغر من ابسيلون سيغ 2 اللي كيساوي لنا ابسيلون دونك وجدنا ما يلي وجدنا ان هذه اي ان موان اي ام لا فالور ابسولي ديال اي ان موان اي ام اصغر من ابسيلون دونك كيف كسوا هاد ابسيلون ستريكتومون سوبيريور ا زيرو دو هاد لا سويت اي ان سي اون سويت دو غوشي. إذن شكرا لكم على المتابعة وإلى نلتقي مع تمارين أخرى شكرا لكم.